السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأوائل دي جي مع حصة جديدة من اللغة العربية لسه من خامسة ابتدائي تحضير صفحة 120 و121 وفاء الصديق أفكار أتلي لغز قصص وحكايات من التراث. نبدأ. الأفكار العامة، الفكرة العامة. وفاء سعد لصديقه مراد بأفضل طريقة تحفظ له كرامته وتدل على خلقه. الأفكار الأساسية، صداقة تجمع مراد الغني وسعد الفقير منذ الطفولة. الفكرة الثانية، افتقار مراد بعد وفاة والده. عدم استقبال سعد بعد ثرائه لصديقه مراد ومساعدته له دون علمه. الفكرة الرابعة، معاتبة مراد لسعد بعد غناه. الفكرة الخامسة، معرفة سعد أن مراد من ساعده وشكره له. القيمة المستفادة، الصديق وقت الضيق. أتلي لغة، تعرف على صور كل حجر كريم: الزمرد، الياقوت، اللؤلؤ، الفينوس، المرجان، الصفير، النجمي، الألماس. الصورة، الحجر الكريم الأول، السفير النجمي. الحجر الكريم الثاني، اللؤلؤ. الحجر الكريم الثالث، الفيروس. الحجر الكريم الرابع، الألماس. الحجر الكريم الخامس، المرجان. الحجر الكريم السادس، الزمرد. الحجر السابع والأخير، الياقوت. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وآخره. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة إلى أن تصل عن كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.